in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نتابع سوا الفيديو مثل ما اتفقنا. رح نبلش أول شيء ببعض التعريف، بعدين رح ناخذ لمحة على عناصر القوة، آخر شيء طرق إيجاد محصلة القوتين. تعريف: بداية النقطة المادية، وهي عبارة عن جسم معدوم الحجم له كتلة مركزة في نقطة معينة تسمى مركز الثقل. أما التعريف الثاني فهو الجسم الصلب. الجسم الصلب هو جسم ذو شكل هندسي ثابت لا يتغير تحت تأثير القوى الخارجية، أي لا تتغير المسافة بين مختلف الجزيئات هذا الجسم. القوى: القوى هي عبارة عن متجهات شعاعية تمثل تأثير أحد الأجسام على جسم آخر ناتج عن التجاذب، كما في حالة الجاذبية الأرضية مثلا فتكون القوة F تساوي MBA. عناصر القوى: لكل قوة 4 عناصر، واللي هي نقطة التأثير، الحامل، الجهة، الشدة. فالقوة F اللي هي تساوي MBA شو عناصر؟ مثلا أولا نقطة التأثير، بالرسمة عندنا نقطة التأثير هي رأس الإصبع، وبعدها الحامل. الحامل هو المستقيم الذي تسير وفقه القوة، هو الخطوط اللي مرسومة. أما الاتجاه فهو الاتجاه عندي هون بالصورة إلى اليمين، ممكن يكون إلى اليسار، ممكن مع عقارب الساعة، ممكن عكس عقارب الساعة. آخر شيء الشدة، فهي نفسه العلاقة اللي عندي إياها بس بعوض بالأرقام وبقيم الأشعة ما بنسى الواحدة طبعا. وهلا كيف بجمع محصلة قوتين؟ رح ناخذ المثال الثاني. عندي القوة الأولى اللي هي AB تساوي 4 نيوتن، والقوة الثانية اللي هي AC تساوي 5 نيوتن. كيف بدي أجمعهم؟ عندي حالتين. الحالة الأولى إذا كان للشعاعين نفس البداية، هون كمان إذا كان نفس البداية فعندي حالتين كمان، إما الطريقة التحليلية أو الطريقة البيانية. الطريقة البيانية عن طريق الرسم، فيكون عندي الشكل كالتالي. بهذه الطريقة بكمل الشكل لمتوازي أضلاع بخطوط وهمية، وباخذ قطر متوازي أضلاع بيكون هو محصلة القوتين. أما الطريقة الثانية هي طريقة القوانين، فبعوض بالقانون الـ F تساوي قوة الأولى مربع زائد القوة الثانية مربع زائد جذر القوة الأولى بالثانية كوساين التيتا. التيتا هي زاوية بين القوة الأولى والثانية تحت الجذر، ما بنسى الواحدة أكيد. الطريقة الثانية أو الحالة الثانية، فهو إذا كان الشعاعين مو نفس البداية، فشلون أنا بعمل؟ شو بعمل؟ هيكون إنه نهاية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني، محصلة بتكون من بداية الشعاع الأول إلى نهاية الشعاع الثاني، مثل هيك بالضبط. وهي تسمى العلاقة شال. علاقة شال جدا مفيدة، بستخدمها بالهندسة وبالجبر طبعا. شكرا لاستماعكم، بتمنى تكونوا استفدتوا. نلتقي بفيديو الشعاعين.